السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاريخ اليوم الاثنين 23 مارس 2020، ومع درس الإملاء الهمزة المتطرفة. فقد سبق وأن تطرقنا في الدرس الماضي إلى الهمزة المتوسطة كتذكير. فما هي الهمزة المتوسطة؟ الهمزة المتوسطة هي التي تأتي وسط الكلمة. متى تكتب الهمزة المتوسطة على الياء؟ فمثلا رأينا بأن الهمزة المتوسطة تكتب على الياء وتكتب على الألف وتكتب على الواو. فمتى تكتب على الياء؟ تكتب على الياء إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور. لاحظ معي هذا الجدول، أتم الجدول التالي في دفتري. لدينا الكلمة الهمزة كتبت على أي حرف وما السبب؟ بؤس، كتبت الهمزة على الواو لأنها ساكنة وما قبلها مضموم. سأل، كتبت الهمزة على الألف لأنها مضمومة وما قبلها مفتوح، لأنها مفتوحة عفوا وما قبلها مفتوح. مسؤول، كتبت الهمزة على الواو لأنها مضمومة وما قبلها ساكن. وننتقل إلى درس اليوم، الهمزة المتطرفة. لاحظ الكلمة التالية، شاطئ، بطء، ملأ، يجرؤ. إذا لاحظ أين توجد الهمزة في هذه الكلمات، أو ماذا تسمى الهمزة في هذه الكلمات؟ تسمى الهمزة في آخر الكلمات الهمزة المتطرفة، أي توجد الهمزة في آخر الكلمات وتسمى الهمزة المتطرفة. وعلى أي حرف كتبت الهمزة في هذه الكلمات؟ فشاطئ كتبت على الألف، وبطء كتبت على السطر، وملأ كتبت على الألف، ويجرؤ كتبت على الواو. فمتى تكتب الهمزة المتطرفة على الألف؟ لاحظ معي الكلمات التالية، ملأ، نشأ، بدأ. ملأ الحرف قبل الهمزة مفتوح فكتبناها على الألف. نشأ الحرف قبل الهمزة مفتوح كتبناه على الألف كذلك، ونفس الشيء بالنسبة لبدأ. فنقول تكتب الهمزة المتطرفة على الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا. ومتى تكتب الهمزة المتطرفة على الواو؟ لاحظ معي المثالين، يجرؤ، لؤلؤ. فالهمزة هنا كتبت على الواو لأن الحرف الذي قبل الهمزة مضموم، فنقول تكتب الهمزة المتطرفة على الواو إذا كان ما قبلها مضموما. ومتى تكتب الهمزة المتطرفة على الياء؟ لاحظ جمعي، شاطئ، قارئ. الهمزة كتبت في المثالين على الياء لأن الحرف قبل الهمزة مكسور، فنقول تكتب الهمزة المتطرفة على الياء إذا كان ما قبلها مكسورا. فمتى تكتب الهمزة المتطرفة على السطر؟ لاحظ الأمثلة التالية، بطء، عبء، ماء، سماء. فكتبت الهمزة في الأمثلة على السطر لأن الحرف قبلها ساكن، إما سكون حي أو سكون ميت. فنقول تكتب الهمزة المتطرفة على السطر إذا كان ما قبلها سكون حي أو ميت. كقاعدة للدرس، متى تكتب الهمزة المتطرفة على الألف وعلى الواو وعلى الياء وعلى السطر؟ تكتب الهمزة المتطرفة على السكون إذا كان ما قبلها سكون حي أو ميت. تكتب على الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا. وتكتب على الواو إذا كان ما قبلها مضموما. وتكتب على الياء إذا كان ما قبلها مكسورا. إذن لإنجاز بعض التمارين التطبيقية حول قاعدة الهمزة المتطرفة، سأقوم بإرسال بعض التمارين. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في مجموعة عبر الواتساب لتنجز على الدفاتير فيما بعد إن شاء الله. شكرا على انتباهكم صغار التلاميذ وصغيرات التلميذات،
وإلى درس قادم إن شاء الله.